نحن وياكم من صوت فينيقيا اليوم بتعليق سياسي وجداني ووطني. التعليق عنوانه: قاضي السماء لم يرحم القتلة وإن تفلتوا من قضاة الأرض. هالمقالة اليوم كتبناها لحتى نقول مع بداية المحكمة الدولية أولى جلساتها إنه ما في مجرم، ما في قاتل، ما في إرهابي، ما في معتدي من البشر، وإن فلت من قضاة الأرض لأي سبب من الأسباب هذا الإنسان لا يمكن يقدر يفلت من قاضي السماء اللي هو الله سبحانه وتعالى يوم الحساب الأخير. طبقا لمفهومنا الإنجيلي، الإنسان بروحه سوف يقف أمام الله في محكمة يوم الحساب. فريق من هذا البشر سيكون إلى اليمين وفريق آخر سيكون إلى اليسار، والرب سبحانه وتعالى سوف يوضح خلال هذه المحاكمة للفريقين ما هي الأعمال التي قاموا بها وكانت إما مسيئة وإما صالحة، وكل هالأعمال هذه كانت مع يسوع المسيح. كل فقير، كل معتاد، كل مظلوم، كل مضطهد، كل سجين، كل جائع، كل مريض، كل منبوذ، هودي كلهم يسوع المسيح. اللي على اليمين مدوا ايدهم وساعدوا هالإنسان هيدا بهالمراحل، مراحل المعاناة، وبالتالي كانت ايدهم ممدودة ليسوع المسيح واجوا بزوادة ايمانية مقرونة بالاعمال، وبالتالي بقلن الله سبحانه وتعالى هيدي جنتي تفضلوا ادخلوا. اما الفريق اللي على اليسار اللي ارتكب المعاصي، قتل، سرق، نهب، اهان، ارهب، اجرم، خطف، كذب، نافق، تاجر بارواح الناس، عبد تراب الارض، نسي انه في حساب وانه في رب، هيدا الفريق اللي على اليسار هيدا بيقول له ربنا اغربوا عن وجهي والى جهنم. ما في انسان على وجه الارض اقوى من الله ابدا. كل انسان منا وان كان ربنا خلقه عصورته ومقدسه وعطيه ذاته، الله عطينا ذاته، عطينا ذاته باللسان، عطينا ذاته بالضمير، عطينا ذاته بالكلمة، وأجسادنا هي هياكله. رغم هذا وكله ولأنه بحبنا بعث لنا ذاته الثالوث الأقدس، أحد الأقانيم الثلاثة اللي هو يسوع المسيح اللي هو الله، تأنس، عاش كبشر، لبس جسدنا، قدسه، أهين، أذل، اتحمل العذاب وصلب ودفن وقام في اليوم الثالث حتى يشيلنا من الإنسان العتيق، إنسان الخطية، إنسان العبودية، ويحطنا فوق، يرفعنا بالعماد، بالعماد بالماء والروح القدس، يرفعنا للإنسان المقدس، للإنسان الجديد. رغم هذا وكله ورغم كل هالمحبة، ربنا ما بيسامح اللي ما بده يطلب المسامحة، واللي بغادر الحياة هو بعده واقع في التجارب. بيقول الكتاب المقدس: أنا يهوى، أنا رب الانتقام، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، اتركوا أمر الانتقام به.
ربنا لما البعض يتلذذ بطعم كأسه وبمائدته وبيرجع بيقفر فيها ومرة واثنين وثلاثة، هيدا ربنا مثل ما بيقلنا النبي إشعيا بسكر له ديناي، بغمض له عيناي، بيخدد له قلبه حتى ما يرجع ويكرر ويطلب المغفرة، لأنه ربنا أي حدا بيطلب منا المغفرة بيغفر له. هودي ما بده ياخذ لأنه تلذذوا بطعم ملكوت السماوات ومن ثم غدر. بيقول مار بطرس برسالته هودي مثل الخنزيرة اللي بتنزل تتغسل بالماء وبتطلع بترجع تتمرمغ بالوحل وتتعلم، لأنه هي أساسها هيك. بيقول هودي مثل الكلب اللي بيتقيأ، يعني بيراجع بيستفرغ، وبس ما يستفرغ بيرجع بياكل اللي استفرغهم. هودي هني القذارة في البشر، هودي اللي بيعبدوا تراب الأرض. قالنا الرب ما فيكم تعبدوا إلهين، يا بتعبدوني يا بتعبدوا المال. المال ما هو البنكوت المصاري الورق أو المعدن، المال هو السلطة والنفور العزوي الممتلكات، هيدا هو كل شيء. ترابي هو مال، هذا الإنسان الترابي هو اللي بيضل معربش بتراب هالدنيا وبيخلي غرائزه تتحكم فيه، ومن أخطر هالغرائز هيدي عدم احترام الآخر وقتل الآخر. قايين وهابين كانت أول جريمة، خي قتل خي، لا الغيري قتلته، غريزة الغيري. كيف خي ربنا بيقبل ذبيحته، هو ما بيقبل ذبيحته منه، رح قتله لخي. إذا نحن اليوم وهالمحكمة عم تبتدي، بدنا يكون عندنا ثقة إنه حتى لو هيدي المحكمة ورغم ضخامتها ورغم العمل الجبار اللي عم بتقوم فيه، إذا هيدي المحكمة ما قدرت تقتص من القتلة وما قدروا قضاة وقضاء من تطبيق العدل، بدنا نحن نكون متأكدين إذا عنا إيمان إنه هودي المجرمين والقتلة اللي قتلوا أهلنا بلبنان، اللي قتلوا زعمائنا ورجال ديننا ومفكريننا وسياسييننا الأبرار والشرفة، هودي القتلة رح يتحاكموا، ورح يتحاكموا قدام أعظم محكمة بالعالم اللي محكمة الله اللي هو فيها القاضي، وإنه هودي مصير العذاب ومصير بده يدفعوا الثمن. ما في حدا بيقدر يعرب من وجه ربنا أبدا، وجه ربنا ما حدا بيقدر يهرب منه. نحن اليوم أكيد لازم نكون مسرورين إنه رغم كل المآسي اللي الإنسان عم بيعاني منها بسبب غرائزه، هيدي المحكمة اليوم ابتدت. ورغم كل الظلم، طبعا محور الشر السوري الإيراني، ورغم إنه لبنان بعده محتل، ورغم إنه كل اللبنانيين مهددين من حزب الله اللي هو الأداة العسكرية الإرهابية الاغتيالية لمحور الشر بلبنان، رغم هذا وكله آلاف الأصوات عم ترتفع بلبنان بتقول لا نحن ضد حزب الله وإرهابه، نحن هذا الحزب حالة شواذ منه أبدا حالة طبيعية، نحن هذه الحالة اللي فرضها حزب الله نحن ما بنقبلها. حكومة معرقلة وأساسات معطلة، قضاء مجوفينه، قوى أمنية خاصيين مسؤولين قاتلون الرعب، سياسيين غرقانين بأكل الجبن وبتقاسم الغنائم. لكن رغم هذا وكله قاضي السماء لن يرحم المجرمين ولن يرحم الذين يعتدون عليه. كل إنسان على الأرض هو يسوع، اللي قتلوا في لبنان قتلوا يسوع بشخص، كل الضحايا كلهم كانوا يسوع، وبالتالي انفلتوا
أو للمجرمين من قاضي الأرض ومن قضاء الأرض لن يتمكنوا من التفلت من قاضي السماء ومن شرعة السماء. نحن بهالسياق هيدا كتبنا هالمقال التالي الموجودة على موقعنا واللي رح نوزعها على كل الوسائل الإعلامية. بنقول فيها: قاضي السماء لن يرحم القتلة وإن تفلتوا من قضاة الأرض. الصحيح والمؤكد هو أن الله سبحانه وتعالى يمهل هذا الأب السماوي، صحيح أنه يمهل لكنه لا يهمل. ومن من المجرمين والقتلة يتفلت من العقاب على الأرض ولا ينال القصاص العادل من قضاتها وقضائها لأي سبب كان، فإنه بالتأكيد لم يتمكن من التفلت من عقاب قاضي السماء يوم الحساب الأخير، حيث نار جهنم التي لا تنطفئ ودودها الذي لا يهدأ وعذابها الأبدي هو بانتظاره، وحيث هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. ونعم وألف نعم، لا صوت يعلو فوق صوت العدالة مهما توهم المجرم أنه أقوى وأنه قوي ومقتدر وفوق الحساب. في هذا السياق بدأت اليوم المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في مسار إحقاق الحق بعد 9 سنوات على تشكيلها و40 سنة تقريبا من جرائم الاغتيال السياسي الممنهج، الإجرام السوري الإيراني. هذا الإجرام الذي طال قيادات لبنانية رسمية ودينية وأكاديمية وإعلامية وسياسية وعسكرية، وذهب أيضا هذا الإجرام بأرواح الآلاف من المواطنين اللبنانيين الأبرياء. اليوم انطلق زمن العدالة فعليا مع مطرقة رئيس المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في لاهاي، إذانا ببدء مرحلة جديدة لن يعود فيها القاتل المجهول المعلوم الذي هو محور الشر الإيراني السوري بكل أدواته العسكرية والإرهابية وفي مقدمهم حزب الله، لن يعود حرا طليق اليد. هذا المحور الهمجي والبربري والشيطاني الذي يحتل لبنان ويغيث به ويعيث به وبأهله وبأمنه فسادا وإجراما وفوضى، لا يحترم قيمة الإنسان الذي خلقه الله على صورته، لا يحترم قيمة الإنسان لا في أوطانه ولا في أي بلد آخر، وقد سفك الدماء وأراقها في العشرات من الدول، وهو مستمر في ارتكاباته بفجور وعهر غير مسبوقين. في لبناننا الحبيب، هذا الوطن المقدس، هذا الوطن الذي يحتله محور الشر، قام هذا المحور باغتيال كوكبة كبيرة من أحرارنا وقادتنا ورجال أدياننا ومفكرنا، وهو أي المحور نفسه متوهم أنه باق بغيه وأوهامه وأحلامه دون حساب أو عقاب، غير أن زمن فرض العدالة عليه وعلى كل المجرمين قد بدأ ولم يتوقف. وإن توقف على هذه الأرض الفانية، هذه الأرض الترابية، فلن يتوقف أبدا يوم الحساب الأخير، وكل مجرم سينال عقابه. من المهم بمكان أن لا يغيب عن بالنا ولو للحظة واحدة، من المهم أن لا يغيب عن بالنا ولو للحظة واحدة أنه ما كان بإمكان هذا المحور الشيطاني المجرد من كل ما هو أحاسيس إنسانية والذي لا يخاف الله، ما كان بإمكانه ممارسة ارتكاباته واغتيالاته وإرهابه لولا عمالة وخساسة ودناءة نفوس ووطاوة وترابية زعماء
وسياسيين ورجال أديان من أهلنا هم عمليا وواقعيا تجار هيكل يتاجرون بدماء ولقمة عيش وأمن المواطن اللبناني. هؤلاء المرتزقة الطرواديون، هؤلاء الملجميون من قادتنا، هؤلاء الإسخريوطيون من قادتنا والسياسيين ورجال الأديان والرسميين يتحملون مسؤولية كل ارتكابات محور الشر، ويجب اعتقالهم ومحاكمتهم تماما كما يحاكم قتلة الرئيس الحريري في لاهاي، وهم بالتأكيد سيحاكمون ويدانون إن لم يكن على هذه الأرض الفانية ومن خلال قضاتها وقضائها، فهم سيحاكمون ويدانون يوم الحساب الأخير، حيث يقول لهم قاضي السماء الله سبحانه وتعالى: اغربوا عن وجهي يا ملعين، ويقذف بهم إلى جهنم ونارها ودودها. من هنا إحقاقا للحق ورحمة بلبنان هذا الوطن المقدس، ورحمة باللبنانيين، وكرما لدماء الشهداء، فإن من يشارك في لبنان من السياسيين وقادة الأحزاب والناشطين ورجال الأديان، من يشارك هؤلاء القتلة والإرهابيين في حكومة واحدة ويغطي إجرامهم ويشرعنها مقابل جنون السلطة وعبادة تراب الأرض، هو مجرم. نعم هو مجرم، مجرم ومجرم وقاتل وقاتل أيضا، ومعاد لوطن الأرض ولكرامة وعزة اللبنانيين، كل اللبنانيين. إنه من واجب كل لبناني لأي مذهب انتمى ويخاف الله ويوم الحساب ولا يخاف من الشهادة للحق ويرفض الذل والهوان والعبودية، من واجب هذا المواطن أن يرذل ويتخلى عن كل سياسي لبناني وعن كل حزب لبناني يؤيد رموز محور الشر الإيراني السوري وأحزابه وميليشياته ومرتزقته وأبواقه وصنوجه، ويتحالف معهم ويستقوي بهم وبسلاحهم مقابل 30 من الفضة. إن مركبات الخوف وقبول الذل وعدم الشهادة للحق هم أقصر الطرق إلى العبودية، وقد جاء في الكتاب المقدس: لا تخافوهم فما من مستور إلا وسوف ينكشف، ولا من خفي إلا وسيظهر، كما جاء في إنجيل القديس متى 10:26، وأيضا كما جاء في إنجيل القديس لوقا 22:36 القائل: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري واحدا. يعني الإنسان من حقه يدافع عن نفسه، والقضاء هو دفاع عن الذات المظلومة وليس تعديا على الآخرين، وبالتالي واجب. ونختم مع النبي إشعياء 33:1 قائلين معه وبصوت عالي: ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك، حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبك. الحق يعلى أو يعلو ولا يعلى عليه، والله سبحانه وتعالى يمهل لكنه لا يهمل، ولكل إنسان حسابه. والقصاص لهذا الإنسان إن كان أخطأ بحق أخيه الإنسان الذي هو يسوع المسيح حسابه، وإن تفلت من قاضي وقضاة الأرض لم يتمكن مهما كانت الظروف أن يتفلت من حكم
ومحكمة قاضي السماء يوم الحساب الأخير. بدنا نضلنا متمسكين بالأمل، وبدو مهما زادت علينا الصعاب ومهما تعرضنا لإرهاب ولضغوطات، المطلوب منا نحافظ على إيماننا ونضلنا متأكدين إنه فوق العالي دائما فيما فيه هو الأعلى. يعني مهما علي الإنسان في أعلى منه اللي هو الله سبحانه وتعالى، وإنه الحق يعلى ولا يعلى عليه. أشكر إضراءكم، والله يرحم نفوس كل الشهداء اللي اليوم من قبورهم فرحين، لأنه المجرم يحاكم. هل نتمنى أن تنجح المحكمة الدولية، ونصلي من أجل راحة أنفس الشهداء كل الشهداء. وشكرا لإصغائكم.